مساء الخير عليكم واهلا بكم وحلقه جديده وستات على النهار. واسمحوا لي اقول لمفيده الحمد لله على السلامه، والحمد لله ان احنا عرفنا نخرجها ونقول لها تعالي علشان ان انت تبقي معانا وبيتك وترجعي تنوري بيتك، ده جزء من التعافي. الحمد لله على السلامه والبقاء لله. تحياتي لحضراتكم، بشكر كل من تقدم لينا بواجب العزاء، وإن الله وإن إليه راجعون. ألف رحمة ونور لروحها، ورجاء قراءة الفاتحة لكل اللي بنفقدهم وينضم عليهم كل الناس اللي غاليين علينا إن شاء الله. لجين صلاح. لجين صلاح بتدخل التاريخ، أول مصرية بتشارك في نصف نهائيات مسابقة ملكات جمال الكون. الفكرة مش إنها أنيقة وجميلة ومثقفة، الفكرة كمان إنها عندها بهاء، فده رسالة إن الجمال مش شكل ومعايير اتفقنا عليها، لا الجمال ليه أبعاد كتيرة جدا. أعتقد إن أنا ليا وجهة نظر في موضوع إن لوجين دخلت المسابقة. لوجين كانت عايزة تدي رسالة لكل واحدة عندها بهاء، إن أنت جميلة بغض النظر عن البقع الموجودة في جلدك، هي فخر ليكي. ربنا بيختار كل الشخصيات أو بيختار مين يديهم المرض ومين يصبروا على هذا المرض. لوجين حقيقي احنا فخورين بيكي جدا، لأن قدرتي أنك أنت تحولي هذا المرض اللي ممكن ناس كتير جدا تكون بتستخبى منه، ناس كتيرة جدا ما بتبقاش عايزة تظهر ان هي عندها نوعية البهاء او انها تلبس حاجات طويلة، لا انت طلعتي وساعدتي ملايين من البنات اللي ممكن يكونوا بيعانوا من البهاء زيك ان هم يكونوا فخورين. دي حاجة مش بايديكي، ده قضاء من ربنا. المهم جدا ان احنا نحترمه، نؤمن بيه، وانتي عملتي كده. ومش بس كده، ده انتي وانتي بتقدمي او في المسابقة كنت حريصة جدا على ان انتي تبقي مثال مشرف للمرأة المصرية الفرعونية. الازياء كانت مبهرة بصراحة. سوين الازياء مبهرة وهي مبهرة، عندها 21 سنة ولكن هي تفوقت على 130 من الزميلات اللي كانوا داخلين معاها المنافسة، وكتبت اسمها في سجلات ملكة جمال الكون لعام 24. وطبعا اسم مصر لجين، احنا بنقول لك كل الامتنان وكل التقدير، انت مش بس اول مصرية بتشارك، لا انت زي ما مفيدة قالت عملتي رسالة حلوة جدا، وهي كانت من الملكات الثلاثين اللي راحوا لنهائيات المسابقة. انا ما اعتقدش كان الهدف ان هي تكسب، على قد ما الهدف ان هي توجه الرسالة اللي هي عملتها، وده في حد ذاته مكسب كبير جدا جدا. تحياتنا ليك يا رجال. عشان كده قالت انا متحمسة لتمثيل مصر وللنساء المصابات بالبهاء، وفخورين بيكي جدا وبقوتك وبشجاعتك وبجمالك. الجمال مش ملامح وتفاصيل، الجمال ابعاد كتيره جدا جدا. خلينا نروح من ان لوجين عملت الشكل الفرعوني واعتزازها بالزي الفرعوني، وكانت شبه الملكه كليوباترا، وكانت كأنها بتحيي تراث مصر. فمعانا نجمة مصرية راحت في نفس الاتجاه وأحيت الحضارة المصرية بأناقة مصرية ملفتة، وطبعا هي زادت جمال على جمال، وكانت من أهم اللقطات وأهم المشاهد في مهرجان القاهرة السينمائي، وهي النجمة إلهام شاهين اللي كانت ترند برشاقتها وبالفستان اللي بيحمل نقوشات فرعونية. خلونا نشوف هذا الفستان الرائع حقيقي. إلهام شاهين من الفنانات المتميزات، أنا اللي بيعجبني فيها دايما إن هي بتلبس الحاجة اللي هي بتحبها، والنهاردة وفي المهرجان هي لبست شيء خرافي خرافي، يعني محدش كان متوقع أبدا ان تلبس فستان عليه الخطوط الفرعونية بالطريقة دي، ولا التناسق في كل شيء حقيقي. يعني هي في الطلة بتاعتها فضلت مواظبة ومحافظة على
الأقل التفاصيل اللي أدت للفستان جمال وشياكة وثقة. أنا بحس إن الهام في الفستان ده هي دي الهام الشخصية الحقيقية. هي الشخص محب جدا لوطنه، فخور جدا بمصريته، فخور جدا بتاريخه، وأعتقد إن هي نقلت ده كله من خلال فستان واحد بس. ده حقيقي ثقافة ورشاقة وجمال ووعي وأسئلة كتير اتطرحت بعد وجود إلهام شاهين بهذه الطلة المدهشة. وكان السؤال هو الفستان ده منين، هو إيه، هو إزاي. فإحنا معانا على التليفون النجمة الجميلة إلهام شاهين عشان نسألها بقى وتقول لنا السر، والفستان ده يعني اخترتيه إزاي ووصلتي له إزاي، ونقول لك مساء الفل. مساء النور والسعادة. ازيك يا سهير؟ ازيك يا مفيدة؟ ازيك يا حبيبتي؟ وانت كمان منورين الشاشة. الله يخليكي، شكرا. بصي، وانا مصممة الازياء دي انا اصلا معجبة بشغلها قوي قوي. مش لمجرد انها الموديل بتاع الفستان ازاي، لا، هي رسامة. فهي بترسم الموديل على قد مقاس الفستان. يعني ما ينفعش لا تضيقيه ولا توسعيه ولا تقصريه ولا تطوليه، هو زي تابلوه. ورسوماتها دايما داخل فيها الطراز الفرعوني. طب قولي لي الهام، انت عرفتيها منين؟ يعني شفت شغلها على مين؟ مين قالك عليها؟ لا، ما حدش قالي عليها. انا كنت في استراليا من حوالي يمكن سنتين ونص كده، وبعدين لقيت على الانترنت حاجه عنها. فسالت عليها، قلت لهم دي فين؟ قالوا لي لا، في كل المولات الكبيره وفي كل ولايات استراليا، هي اهم محل، تلاقي المحل بتاع حاجه كبيره قوي، هي براند مهم، يعني هم بيعتبروها هناك بتنافس اكبر البراندات العالميه، يعني اكبر الاسماء في عالم الازياء. فانا لفت نظري، قلت لهم ده مش مجرد فستان عادي، دي فنانه. ففعلا لما سالت عرفت هي رسامه، هي بترسم القماش بتاعها على قد حجم الفستان بالظبط، فالفستان يبقى كانه طابلوه متحدد. فاشتريت منها الحقيقه، كنت منبهره. يعني قعدت كل ما اروح ولايه، رحت في السنه دي 3 ولايات، اشوف فين محلات كاميلا واروح واشتري من عندها. فبقى عندي كوليكشن الحقيقه رائع. واللون، اللون رائع كمان. كمان حلو قوي. اللون رائع. دي بقى لقيتها كله، يعني هي اللي قبل كده في جزء من الفرعوني، السنه دي فرعوني صريح. عرض الازياء بتاعها انا بدات اتابعها. فالحقيقه طبعا ايه، ما رحتش استراليا، مش موجوده في اي مكان في العالم، لكن كنت في امريكا، كنت في مهرجان مصري، المهرجان المصري الامريكي للسينما. وانا رجعت يوم مهرجان القاهره. يعني انا جيت الصبح والمهرجان كان بالليل. فسالت في امريكا، قالوا لي في مكان واحد هي عندها محل فيه. فرحت له الحقيقه يعني بالعربيه مثلا ساعتين ونص عشان اوصل للمحل بتاع كاميلا. تعرفي ان في ناس قالت ان الفستان ده كان فستان كاهنه فرعونيه اسمها كارو ماما. قريتي القصه دي؟ لا، دي ما قريتهاش. دي حاجه حلوه قوي. لا بصي، هو انت عملتي انا عملت ايفورت ان انا عايزه. بالظبط. انا معجبه قوي ان انا البس فستان يعبر عن الهويه المصريه وعن انتمائي لمصر وعن التباهي بالحضاره الفرعونيه، الحضاره المصريه القديمه العظيمه، ان انا بتباهى بيها. عايزه فستان لما ادخل بيه المكان اقول كلمه مصر من غير ما اقولها. بالظبط، هو ده اللي انا كنت واعتقد ان وصلت الرساله. طبعا اكتر رائع. تعليق جه على الفستان وعجبك؟ لا، ده انا جالي كل التعليقات رائعه، كل التعليقات رائعه. وفعلا كانت التعليقات بتقول اللي في دماغي، اللي هو انتمائك، هويتك، حبك لمصر، وطنيتك. يعني حتى الحكايه تحولت، ما بقتش حاجه خاصه بالسينما والفن، لا، بقت اكتر جذورنا، حضارتنا، انتمائنا، هويتنا المصريه. يعني بقت الموضوع اكبر من الفن، بقت حاجه كبيره شامله اكبر. يعني فحتى انا المفاجاه ليا، اكيد انا عندي اعداء كتير كتير، وانا عارفاهم وعارفه اسبابهم وكل الكلام ده. فدول على الفاضيه والمليانه بيهاجموا، فدول دخلوا برضو بس ما قدروش يهاجموا. قال لك
رغم ان انا ما بحبكيش، بحبش افكارك وارائك، لكن انا معجب جدا بالفستان، انا معجبه جدا بالفستان. هو احنا بس ما بنعرفش الفستان، ما نقدرش نقول الا انه فعلا اختيار عظيم، اختيار عظيم. وانا عايزه اقول لك هم مش ما بيحبوكيش، هم احنا ما بنعرفش نعبر صح، هم بيختلفوا مع الافكار اللي انت بتقوليها. انت شخص جريء وصريح، وفي ناس مختلفه في الافكار دي، فاعتقد كل الناس بتحبك، لكن ممكن نختلف على الافكار، بس احنا ما بنعرفش نصيغ العبارات. بيربطوا الافكار طبعا بشخصيتي، وفي ناس طبعا عارفه عندها اسبابها، يعني بقى في زي طار كده بينهم وبيني، مش بيننا وبين بعض لان انا ما عنديش طار معاهم. لكن حتى ساعات حاجات انا ما قلتهاش، يقول لك الهام شاهين قالت، ويخش التعليقات، طب يا حبيبي مش تتاكد تشوف هي قالت ده فين، يعني طبعا ما بيلاقوش قالت في حته. الهام شاهين مثلا عايزه تدرس في كتب المدارس، طب وانا قلت ده فين؟ ولا انتوا مجانين ولا ايه؟ يعني اي كلام فارغ. وتلاقي مثلا طبعا انا ما بقراش التعليقات لان لا يمكن، ما عنديش وقت، تلاقي مثلا 5600 تعليق، انا هقعد 4 ايام اقرا تعليقات؟ فطبعا دي لجان وحاجات كده. سيبك من الكلام ده، احنا النهارده في حاجه فرحه بمهرجان القاهره واللبس الفرعوني وكده، لكن انا بقول لك حتى دول اللي هم ضد الهام شاهين او ضد ارائها ضد افكارها او واتيفر، ما قدروش يقولوا كلمه على الفستان، كلهم اشادوا بيه. يعني انا قلت حتى مش هيدخلوا. وده يعمل لك تحدي في الختام، هتلبسي ايه؟ صعبوا عليك، صعبوا عليك المشكله هتفتح. انا شايفه ان برضو انت ست شيك وسيمبل، واعتقد انك هتلاقي حاجه ترد على الروعه اللي انت عاملاها دي. اعتقد يعني انا بحب البساطه، وكل ما بيبقى فيه بساطه، كل ما بيبقى فيه يعني شياكه وانوثه اكتر. صح. انا بفضل البساطه، يعني انا ما بحبش الموديلات اللي فيها حاجات كتير او شوي قوي، لا مش بتاعتي ومش شخصيتي. انت يعني شخصيتك جميله وبسيطه ومثقفه، واكيد والقلب غالب برضه، وبنحييكي على الرشاقه، بس مش عايزينك تخسي تاني. كويس كده، كفايه لحد كده، كفايه، لان انا تعبت من الخسسان وعملت فيه مجهود، بس الحمد لله من النتيجه، يعني الحمد لله نتيجه رائعه يا الهام. يعني اكبر. وانا نفسي على فكره كاميلا بقى اللي هي مهتمه بالحضاره الفرعونيه، رغم انها ست استراليه، يعني يعزموها بقى في المهرجان السنه الجايه، يجيبوها يعملوا لها عرض ازياء في مصر. يعني انا بحلم اشوف عرض الازياء بتاعها ده، اللي من ضمن الكوليكشن الفستان اللي انا لابساه في المهرجان مثلا عند الاهرامات، عشان يبقى حقيقي المكان صح. يعني وهي عامله مجهود، وهي كوليكشن كامل فرعوني اعتقد، يعني احنا بنضم صوت. فده هيبقى شيء جميل قوي انه يبقى في مكانه الحقيقي. صح. يعني الديكور متماشي مع الازياء، وديكور بقى حاجه عظيمه، يعني عظمتنا وحضارتنا العظيمه ان شاء الله. شكرا. فكره رائعه، وبنشكرك جدا، ودايما مشرقه ومتالقه. شكرا الهام شاهين. شكرا. بمناسبه السينما المفيده، صحيح لا انا ولا انت شفناها، بس كل الناس اللي راحته وبنثق في رايهم بيتكلموا على الهوى سلطان بشكل رائع. الفيلم ده مكسر الدنيا، 28 مليون جنيه ايرادات في اول 11 يوم. في اول 11 يوم. القصه لما يعني حاولنا ان احنا ما نحرقش الفيلم، لقينا ان هي بسيطه جدا، هي قصه عاطفيه رومانسيه بين اتنين بيحبوا بعض، لكن واضح جدا ان احنا مفتقدين لنوعيه الافلام الهادية الرومانسية اللي مش محتاجة تفكير وشد أعصاب وأغاني من اليمين ومن الشمال. ده طبعا غير بهاء سلطان وروعته في الأغنية اللي أعتقد ساهمت بشكل كبير في نجاح الفيلم. أغنية بهاء سلطان بطريقة غناء بكلماتها شيء منفرد يعني. واضح كمان ان كل تفاصيل الفيلم مختلفة ومتفردة، واداء منة شلبي الناس خارجة منبهرة بيه، وكلام كتير ان هو الفيلم الناجح اللي تنتهي منه ولا ينتهي منك. احنا عايزين نعرف بعيون ناقد فني شاف الفيلم، وهو زميلنا العزيز استاذ محمد عبد الرحمن. وهذا الفيلم البسيط اللي ما فيهوش ولا زعيق ولا دوشه ولا صعوبه ولا عنف ولا ولا ولا، وطبيعي جدا
في رأيك أو بعيونك ليه وصل كده للناس وليه دخل قلوب الناس وليه عليه كل الحمد لله يعني عليه كل هذا التفاعل؟ أهلا بيكم، أنا أستاذة سهير وأستاذة مفيدة، أهلا بيكم. أهلا وسهلا فندم. هو طبعا خلينا اعترف الاول ان انا وانا في العرض الخاص للفيلم كنت يعني هو فاجئني ان هو عدى توقعاتي. انا خارج على اساس انه لا ده هيعدي ال 10 مليون اوكي، لان ده رغم انه رقم صغير 10 مليون ده مش رقم كبير، بس بالنسبه لنوعيه الافلام اللي موجوده في الفتره دي يعتبر كان هيبقى رقم قياسي. فكونه ان هو يوصل ل 30 مليون في اقل من اسبوعين اعتقد دي مفاجاه كبيره، بتاكد الحاجه اللي احنا دايما بننساها ان الجمهور لا يخدع. يعني الجمهور ما بيروحش يتفرج على فيلم وحش، هو في الاخر الجمهور اكيد لقى حاجه تمسه في الفيلم ده، حتى رغم ان في بعض المنشورات بتقول ان هي ما عجبهاش الفيلم، لكن ده او عندهم ملاحظات على الفيلم، وانا شخصيا عندي اكيد ملاحظات فنيه على الفيلم، لكن الجدل حوالين الفيلم كان سبب من اسباب نجاحه. يعني في فيلمين السنه دي عملوا، في اكتر من فيلم عمل ايرادات غير متوقعه، سواء الحريفك او الاستنى الحريفه ولاد رزق 3 في العيد، وبعدين وادي وحتى لا بس وش في وش كان السنه اللي فاتت. وش في وش هو نفس الاتجاه اللي هو موضوع اجتماعي بسيط وكسر كل الايرادات على كل الافلام السنه اللي فاتت. هو كان فيلم جماعي يعمل كده، لكن الهوى سلطان يمكن ما كانش متوقع قوي كده، فعشان كده نقول لا هو عامل انجاز. اصل هي مش بالارقام، يعني انا ببقى مش متوقع لي خالص واجيب 30 مليون غير لما اكون متوقع لي اجيب مثلا 40 مليون فاجيب 60، يعني في فرق. يمكن انا استاذ محمد انا قريت واحده من الناس اللي راحوا الفيلم كانت كاتبه بتقول ان كاتبه الفيلم او المخرجه في حد ست في الموضوع، هي الكاتبه والمخرجه، كانها جمعت كل مشاعر الفتيات في كل الازمنه بكل مراحل العمر وقدمتها من خلال فيلم الهوى سلطان. فاعتقد ان هو ده سبب ما خلى الناس كتير جدا ترتبط بالفيلم، انهم شافوا مشاكلهم في الفيلم. وان احنا اخد من حضرتك بس كلمه المشاعر، احنا ما عندناش سينما المشاعر اصلا. يعني احنا فيلم هيبتا مثلا اتعمل من 6-7 سنين لسه الجزء الثاني هو بيتعمل، وده كان فيلم برضه فيه مشاعر وفيه حب. واغنيه بهاء سلطان كلها مشاعر، فاعتقد هي شاطره جدا ان هي عملت الميكس ده، يعني الفيلم مع اغنيه الفيلم مع صوت بهاء سلطان، اعتقد هو اللي عمل المنظومه الناجحه دي. والجديد في الهوى سلطان ان بهاء سلطان لاول مره اغنيته تبقى ناجحه مع الفيلم مش ناجحه اكتر من الفيلم. يعني في بهاء نزل له اغنيتين قريب في فيلمين، المطاريد واعتقد عصابه عظيمه، الاغاني انجح بالفيلم المره دي، تحس ان الموضوع متوازن يعني. وبعدين فكره ان هو كمان بطل في الفيلم باسمه، يعني اسمه بيتقال كتير جدا في الفيلم، والفيلم بيوجه تحيه ليه بجانب الاغاني. المود هو طبعا بيتقال ان الفيلم كانه ما بين ايجيبت ومصر، اللي هو الفئتين يعني الطبقتين دول، وده يعني احنا مش عايزين نرسخ ده كان احنا اكتر من طبقه، ولكن ده برضه عنصر جذب في الفيلم. وطبعا لازم نتكلم ان منى شلبي عندها جاذبيه فعلا على شاشه السينما. منى رائعه من المبدعات، لكن واضح ان احنا عندنا احتياج للرومانسيه دي وللطبيعيه، ان احنا نشوف الاكل زي ما كل الناس بتاكل، بنشوف يعني اللي هو شبهنا، والتصوير في الاماكن الطبيعيه. يعني انا متاكد ان اي حد في مصر الجديده هيبقى حابب يخش يشوف الفيلم، يعني لانه شايف مكانه، مفيش ديكورات في الفيلم كتير. ودي مدرسه لجيل من المخرجين دلوقتي ان هم يحاولوا يصوروا في اماكن حقيقيه، مع ان ده بيتعبهم اكتر. برضو عشان ما نلفتش يعني ما نغفلش الحقوق، احمد داوود عامل دور جيد جدا وعامل فيه مجهود، وجيهان واحمد خالد صالح تم اختيارهم بشكل جيد، والاثنين بقى الجراندات سوسن بدر ما فيش حد ما بيتحسش في المشاهد بتاعتها، عظيمه طبعا طول الوقت. وعماد رشاد طبعًا. فعلا وزن الفيلم في اخره، مش معناه خالص ان الفيلم ما فيهوش، يعني انا عندي مشكله ان هو طويل شويه بالنسبه لي، في بعض الحاجات الخطوط الدراميه كان لازم تبقى اوضح، ولكن هو اجمالا تجربه شبه مكتمله على الحاله كلها. أكيد حاله أكيد. جذابه ونعمه ووصلت للقلوب، وزي ما قلت سوسن بدر، عماد رشاد، جيهان الشماشرجي كانت رائعه، وكمان احمد داوود. احنا بنتمنى دايما ان السينما المصريه يكون فيها، يا ريت كل اسبوع او اسبوعين معانا فيلم بيعمل الايرادات الكبيره دي، اكيد طبعا يعني. ان شاء الله. بنشكرك يا استاذ محمد، شكرا. ميرسي. شكرا ناقد الفني استاذ محمد عبد الرحمن.
انا الخبر اللي جاي ده يعني انا كنت يعني هو بالنسبه لي مش صدمه على قد ما هو جرس انذار. يا جماعه الاحصائيات اكدت ان 800 مليون شخص في العالم كله مريض بمرض السكري الدرجه الاولى او الثانيه. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان احنا عندنا 800 مليون حد عنده السكر، وان هذا المرض بالذات السكر هو مرض ممكن انه يسيطر، يعني يتم السيطرة عليه. كون انه هو يتفاقم ويجينا الاعداد دي، ده معناه ايه؟ معناه ان في حالة من الفقر رهيبة في المجتمعات كلها بتؤدي الى عدم اكتشاف المرض وعدم القدرة على العلاج للمرض. فاصبح السكري هو وباء السنين القادمة، ما بقاش مرض عادي، ده بقى وباء ويجب القضاء عليه. ده حقيقي، ويمكن الدراسة دي اللي يعني صدرت لكن هي اتعملت في 22 قالت في أكتر من 800 مليون مصابين. هي الغريب إن أكتر من نص المصابين وهم تحت 30 سنة، يعني دايما السكر كان أمراض الكبار، ف بقى أمراض الصغار والكبار دول مش بيتعالجوا زي ما انت بتقولي. في بقى الرقم مفزع، 445 مليون شخص هم لا بينتبهوا ولا بيتعالجوا، وممكن أسباب اقتصادية ولا فرق مع يعني زي ما بتقولي ايه، لا ربنا ان شاء الله هو الشافي. المرض ده خطير جدا يا جماعة، المرض ده بيؤدي لأمراض أخرى خطيرة جدا وأهمها الفشل الكلوي. فرجاء رجاء رجاء كل اللي بيسمعونا لو شاكك في أي شيء، لو حاسس، اعملوا تشيك أب. الموضوع بسيط مع بعض متابعة مع علاج بسيط، لما بيتعالج من الأول بنمنع أضرار كتيرة جدا هتقابلنا، مش بس السكر، لا أمراض أخرى. من سنة 1990 لحد دلوقتي زادت الإصابة بالسكر بنسبة 14%، والسبب الأساسي زي ما قلنا عدم الوعي أو الفقر، لأن في حالات كتيرة جدا في الدول متوسطة الدخل، ومع كده مستويات العلاج ضعيفة بعكس الدول الغنية اللي الأمور تحسنت بشكل ملحوظ. إحنا لازم ننتبه لأن دي نتيجة صادمة، لازم ننتبه. أي حد لازم يظبط سكر، يعمل تحليل سكر باستمرار. في أدوية سكر دلوقتي بقت في المتناول، يعني ما توصلش لفكرة الأنسولين والحقن، يعني اللي هو ننتبه من بدري علشان ما نوصلش إن هي نغلي الدنيا علينا ونصعبها. والولاد اللي بيجي لهم السكر في سن بدري لازم نراعي الأكل، من فضلكم الجانك فود، كم الأكلات اللي من بره دي ممكن تأثر، السمنة، حاجات كتير جدا ليها علاقة بالسكر. فخلونا يعني نبقى مركزين الفترة الجاية وربنا يشفي الجميع. ناقوس خطر كبير بتدق هذه الدراسة، فعلينا الانتباه. وقبل ما تطلعينا فاصل مفيدة بقى، يعني استلم الحلقة بقى قبل ما تطلعينا فاصل. عندنا تقرير آخر 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 خبر احنا عندنا عن المشادة اللي حصلت على السوشيال ميديا بسبب لاعب نادي الاهلي السابق كابتن احمد بلال. واضح ان كابتن احمد معترض على فريق الكره النسائيه عموما، فكره الكره النسائيه، ربط عدم قدرتهم على اللعب بعدم قدرتهم على الطبيخ. وانا حقيقي مش فاهمه ليه، يعني اول مره في حياتي اشوف تعليق بكده. انا ممكن اتقبل من حضرتك انك تقول والله احنا محتاجين ندعم فريق الكره النسائيه، محتاجين نمرنهم، الشباب البنات محتاجين شويه تدريبات، لكن ايه علاقه انه ده الستات ما بيعرفوش يطبخوا اللي يعني ايه علاقه ربطنا باي شيء احنا بنعمله بفكره البيت والمطبخ، وان انت عايز تقول ان احنا مكاننا البيت؟ يعني ايه العلاقه؟ الست مكانها المطبخ، بس الست بتطبخ وبتذاكر، ست بيت ناجحه وبتشتغل، يعني الست هي جوه البيت بتعمل كذا شغلانه بالاضافه للناس اللي كمان بتشتغل بره البيت. اعتقد ده رد دينا رفاعي اللي هي عضو مجلس اتحاد الكوره،
بنات مصر ممكن تطبخ وتلعب ولعب كرة القدم ببراعة وتسجيل الأهداف بمهارة، وهذا بالإضافة إلى تربية الأطفال حتى يصبحوا رجالا يحترمون أنفسهم ويحترمون الآخرين. تحياتي دينا رفعي. لا هو أنا بس عندي حاجة للكابتن أحمد، بس أنا عايزة أقول لك إن الكابتن أحمد بعد الانتقاد شال اللي كتبه. أنا أعتقد إن هو ممكن يكون كان بيهزر، مش قاصد يعني، مش قاصد المعنى قوي يعني. في ناس بتحب تعمل حاجة ساخرة كده، لكن أعتقد يعني هو لاعب ومؤثر كان، فما اعتقدش ان يكون هو ده رايه الا كان يعني على سبيل السخريه والضحك. انا حاليا انا احنا يا جماعه كلنا ملتزمين يعني. الشخصيه العامه لما بتيجي تكتب اي كومنت او اي بوست على صفحتها لازم تعرف ان بعد 5 ثواني من ما بتعمل بوست ملايين من الناس ممكن ياخدوها يتنطوروا بيها. وهنا حتى لو انت شلت البوست فانا ما يفرقش معايا ان كنت شلت البوست، لكن اللي يفرق معايا كابتن احمد هو ان انت رجعتنا تاني احنا كستات في 24 ان احنا نقول لك لا والنبي احنا نعرف نطبخ وكمان نلعب، وده مش من حق حضرتك انك تعمله. ليه؟ لان احنا من حقنا ان احنا نلعب كوره نسائيه، ومن حقنا ما نعرفش نطبخ. على فكره عمره ما كان الطبخ ليه علاقه بان انا اكوني ابقى راجل او ست. انا ممكن ما اعرفش اطبخ، اقول لك انا مش عايزه اطبخ بس انا بعرف العب كوره. فلما تيجي تنتقد اي فكره لعب كوره نسائيه او اي امراه، ارجوك بلاش تربط فكره ان احنا مكاننا البيت. لا، احنا مكاننا جوه البيت وبره البيت، زي ما حضرتك مكانك في النادي او تتقاعد او تعمل بيزنس خارجي او ما حدش بيجي يتكلم عليك. ارجوك عدم الربط ما بين فكره ان احنا مكاننا البيت وخليكوا قاعدين في البيت عشان عيب. هو الستات يحترموا اذا كانوا بيطبخوا او ما بيطبخوش، لكن كمان يحترموا اذا كانوا هم جوه البيت بيعملوا اكتر من وظيفه وبره البيت بيعملوا اكتر من وظيفه. ففي كل الاحوال المراه تحترم ايا مكان الموقع والمكان اللي هي بتعمل فيه. والستات بيعرفوا يطبخوا، بيعرفوا يلعبوا، وبيعرفوا يكذبوا، وبيعرفوا يربوا، وبيعرفوا يعني وبيعرفوا يعملوا حاجه تانية حياتهم ويديروا اي امراه هي الرئيس التنفيذي الحقيقي للبيت. وحاجه تانية مهمه جدا كابتن احمد بلال، زي ما مسحت البوست رجاء تكتب بوست اعتذار لكل سيده مصريه بتلعب كوره ما بتلعبش كوره، ما تربطش ده بده. هو ده المفروض كنت تعمله كحد مشهور، كحد زي ما سوير بتقول مؤثر، كحد ليه وجود في المجتمع المصري. لازم تدعم المراه المصريه، مش مفروض ان انت تكسر مقادفها. فرجاء احنا طالبين من حضرتك بوست اعتذار فوري لو عايز الموضوع يعني ان احنا ننساه او نسامحك. بمناسبه ان الستات ناجحات في كل المجالات وبيتفوقوا، احنا مفيد عندنا تقرير لمخرجه ناجحه وجميله وام فيها كل المواصفات الرائعه ساندرا نشأت، وعامله تجربه حلوه جدا. وعلى فكره مهرجان السينما كمان بيقدم اكتر من مخرجه، منهم زين عبد الباقي ومنهم مخرجه الفيلم المصري الوحيد الموجود في المسابقه واللي هيتعرض بكره. يعني الستات والبنات رائعات ومتشات في اي مكان، والفكره في الكفاءه مش في النوع. فلازم نحي فكرة النوع دي جانبا ونركز أكتر على الكفاءة. عندنا فاصل وبس التقرير ونبص على التقرير بتاع ساندرا نشأت ونرجع مرة تانية لحلقتنا إن شاء الله. في مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2024 شفنا تفاصيل كتير بتدل على الإبداع، ولما نتكلم عن الإبداع ما ينفعش ما نتكلمش عن ساندرا نشأت اللي في كل عمل ليها كانت دايماً بتثبت إن الإبداع ملوش سقف. يعني دايما نقول اهم حاجه في مصر التعليم والصحه. تعليم، طيب لو انا عندي الحاجه اللي انا اقدر اساعد فيها ده واعمله فهعمله. فانا التعليم لقيت ان انا اقدر احب قوي اتكلم في حاجات، وانا مش بنظر ومانيش بقى دكتوره نفسيه، بس بشوف اللي انا شايفاه اقدر اقدمه ازاي يعني، وايه حله. الناس بقى تقول لنا ايه الحلول بتاعت المشاكل دي. ده هيخص ناس كتير قوي،
هيشوفوا نفسهم فيه. ابقى حاسه ان انا كل الناس شايفه نفسها في الافلام اللي بقدمها، احلى من انه ماما تكون كانت راضيه عني ودلوقتي هي سعيده بيا وهي مش موجوده. والله هي تجربه مختلفه عشان حقيقيه قوي، وعلشان هم يعني الكرو كله طبعا على راسهم ساندرا يعني بيقدموا حاجه من قلبهم. اولا ان هو هادف جدا، مش كوميرشال، ومش كوميرشال دي حاجه طلعت حلوه. يعني مش كل الكوميرشال اللي هو بتاع الافيشات والفلوس والانتاج، مش ده احلى حاجه. انت لو انت ممثله بتحبي شغلك وبتحبي ان انت تقدمي الحاجه وتشوفي الناس قد ايه مبسوطه ومبهوره بيها، ده حلو قوي. اكتر حاجه لفتت نظري ان احنا اول مره من كتير جدا نعمل حاجه موجهه للطفل، او حاجه الاطفال بكل اعمارها تحبها وتستمتع بيها. ساندرا نشأت تستاهل ان احنا نشوف افلامها ونقدرها، لان ساندرا نشأت احنا ما عندناش مخرجات كتار في السينما او في الدراما، يعني المخرجات السيدات قليلين جدا. ساندرا من الاعمده دي، ومن اعمده ستات ورجاله، يعني من اهم المخرجين في مصر والوطن العربي. فما ينفعش طاقه زي ساندرا نشأت وان مخرجه بالحجم ده تبقى قاعده في البيت او ما بتشتغلش بقالها كتير، ده خساره لينا احنا مش ليها هي بس. اللي بينقص السينما في مصر الشغف، اللي بيبدأ من أول الكاتب والمنتج والفنان طبعا وكل العاملين بالفيلم. فاحنا يعني نتمنى ان احنا يبقى عندنا حاجات كتير وترجع الشغف بتاع صنع المبدعين للأفلام دي. التالي الشريك الافتراضي شات جي بي تي. في عالم يتطور بسرعة كبيرة، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من بينها التطبيق الأشهر شات جي بي تي، الذي تحول من مجرد أداة تقنية إلى شريك افتراضي يقدم الدعم ويستمع للمشكلات الشخصية. ويثير هذا التطور جدلاً واسعاً، إذ تشير الدراسات إلى أن الاعتماد الزائد على هذه التطبيقات قد يؤدي إلى التعلق العاطفي بهذه التطبيقات التي للمشاعر الإنسانية، والتي قد تسبب إحباطاً عاطفياً عند المستخدمين. ورغم الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، فإن عدداً من خبراء التكنولوجيا يحذرون من مشاركة تفاصيل حياتهم الشخصية ومشاعرهم مع هذا البرنامج، ما يشكل خطورة عليهم. فما خطورة هذه التطبيقات وكيف لا نقع ضحية لها؟ الحقيقة الحلقة النهاردة بالنسبة لي يمكن مش من اهتمام، يعني عمري ما كنت من الشخصيات اللي حب ان انا اجرب نوعية او الموضوع بتاع الحلقة. موضوع ابليكيشن شات جي بي تي ده بقى الموضوع منتشر جدا، في ناس اصبحوا يتعاملوا معاه على ان هم اصدقاء، في ناس ستات تتعامل معاه على ان هم احبتهم، يعني البوي فريند بتاعها، في ولاد ابتدوا يتعاملوا معاه على ان هي البوي الجيرل فريند بتاعته. موضوع في منتهى الخطوره جدا. ليه؟ لان على حسب المعلومات اللي انا كنت بسال بيها فيها ضيوفي اللي هم جربوا فكره انهم يتعاملوا مع شات جي بي تي، ان هذا الشخص هذا الابلكيشن ممكن يعمل كل حاجه، ممكن يتكلم معاك في اي حاجه، ممكن يديك احاسيس انت ممكن تكون محتاجها. الخطورة النفسية في الموضوع ده ايه؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. احنا النهاردة هنفتح الموضوع بكل تفاصيله، المفيد اللي فيه والسيء اللي فيه، والأعراض النفسية او المشاكل النفسية اللي ممكن تأدي لو ارتبطنا بحاجة او بأبليكيشن زي كده، وخاصة لو ارتبطوا ولادنا بأبليكيشن زي كده. طبعا بيسعدنا يكون معنا دكتور نبيل القط، نورنا كل يوم حد. اهلا وسهلا بك يا دكتور. تسبيح، اهلا وسهلا تسبيح علي قطب، اهلا وسهلا بيكي تسبيح. استاذه رانيا سمير اهلا وسهلا بيكي، والاستاذ محمد عبد العزيز اهلا وسهلا بحضرتك. وبنجد تحيه مره تانية لكل المشاهدين ولضيوفنا اللي منورينا النهارده. وتسمحوا لي ابتدي من عند الاستاذ محمد عبد العزيز. والدراما دايما بتسبق،
فواضح ان انت عملت شغل مميز جدا جسده اسلام ابراهيم، وبنحييه وبنمس عليه، كان اكتر من رائع. وطبعا اكيد انتوا عرفتوا بنتكلم عن تيتا زوزو. ايه اللي خلاك تفكر ان يبقى ده عنصر رئيسي في المسلسل؟ هو المسلسل بيتكلم عن الجده العصريه، او الجده اللي بتحاول ان هي تنزل لاحفادها وتشوف هما بيفكروا ازاي او بيستخدموا ايه، فتستخدمه عشان تعرف هما بيفكروا ازاي وبيتكلموا ازاي. فكنت بدات اكتب المسلسل اوريدي، كتبت اول حلقتين او ثلاثه، شفت على جروب ما كده ان في ابلكيشن اسمه ريبليكا. فالابلكيشن ده AI، كان من حوالي 3 سنين الكلام ده. انت بتدخل، نزلته وانت بتدخل بتكون الكاركتر بتاعك، بتشوف بتختار الملامح بتاعته، لون شعره، لبشرته. يعني انت اللي بتختار شكله بالظبط، انت اللي بتكون شكله عامل ازاي من كل النواحي، جسديا وشكلا، كل حاجه فيه. وابتديت اتكلم مع الكاركتر اللي انا كونته ده، كنت مسميه رشدي مع انها بنت، بس انا مسميها عشان هو الشخصيه كانت كده. فقعدت اتكلم معاها كتير، حسيت ان هي بتكون معلومات، بتكون ذاكره، بتكون صور، بتقول لي ان انا بحلم. يعني هي وانا بتكلم معاها بتقول لي انا بحلم بكوابيس بس مش فاكراها. طب انت بتعمل ايه لما بتحلم بكوابيس؟ بتقعد تتكلم كانها بني ادم عادي، لدرجه ان انا كنت بخبي الموبايل من مراتي، يعني اللي هو كاني بعمل حاجه خيانه، كانك بتعمل فعل خيانه. فمن هنا جت الفكره، طب لو ده اتكون في شكل شخص هيبقى شكله عامل ازاي وتطوره عامل ازاي؟ فجبته وحطيته في تيتا زوزو، وابتدى من هنا التطور بتاعه. طب انت كان يعني لفت نظرك موضوع الشات جي بي تي، انت جربته كشخص بدون شغل؟ جربته كتير، جربته في شغلي، جربته في الهزار. كلمني في الهزار. لا هو ده متقيل يعني الصراحه، يعني لما بنقول له هات قول لنا نكته ولا قول لنا حاجه نهزر بيها، بيجيب نكت سيئه جدا، لانه ما عندوش الحس البشري، ما عندوش لسه ما تكونش عنده ان هو يبقى اقرب للبشريه مننا. بس هو بحس انه خطر، يعني بحس في ايه بقى؟ يعني انت احساسك بالخطر من ايه؟ حاجات كتير، بس اهمها بالنسبه لي احنا كنا في بدايه ظهور السوشيال ميديا بنقول يا جماعه احنا سيبكم بقى من السوشيال ميديا، سيبكم من الموبايلات، وانزلوا قابلوا بعض. احنا ساعتها كنا بنكلم بعض على السوشيال ميديا، دلوقتي احنا ما بقيناش نكلم بعض، احنا بنكلم شات جي بي تي، بنكلم كود مجهول، بنكلم كود وهم. فيجي ممكن يجي الوقت اللي ما نبقاش كلنا قاعدين، ما فيش بينا وبين بعض كلام، بس بنكلم تليفوناتنا. بنكلم تليفوناتنا حرفيا، مش بنكلم بني ادمين، لا احنا بنكلم التليفونات. وهم صنعناه. بالظبط. ولسه كان في الاسبوع اللي فات خبر، انا مش متاكد من مدى صحته، في طلبه كتير بتستخدمه ان هو يعمل لهم الهوم ورك، الشات جي بي تي والجيميني، وبيعملوا رسائل، بيعملوا وابحاث وكل حاجه. ففي الجيميني ده رد على الطالب وقال له انت انسان فاشل، انت انسان كسول، انت كذا كذا كذا، من فضلك روح موت، بليز داي، بليز داي. وده في اعدادي في 13. فوقع الموضوع ده كان صعب جدا على المجتمع، اللي هو وصل للدرجه دي ان هو بيقول للبشر موتوا انتحروا. طب وبعدين بعد كده هيعمل ايه؟ احنا لسه في البدايه، احنا لسه ما كملناش سنتين، فبعد كده ممكن يعمل ايه؟ فهو لسه مش معروف قوي، بس هو لسه ليه الاي اي بشكل عام ليه فوائد كتير جدا لو استخدمناها بشكل صحيح. عاده احنا البني ادمين عموما بيحبوا دايما يجازفوا. طيب احنا نسمع حضراتكم، بس احنا ما سمعناش دكتور نبيل. انت جربت الجي بي تي؟ جربته طبعا، جربته بس في حاجات ليها علاقه بالشغل، يعني جربته في مراجعه مقاييس نفسيه بعملها، وكان بيديلك حاجات دقيقه وعلى لا مش دقيقه، بس هو كان بيساعدني. هو كان بيساعدني فعلا، ما جربتوش في حوارات شخصيه، لكن جربته في حاجات ليها علاقه بالمقاييس النفسيه. جربته في بعض حاجات ليها علاقه ببعض المرضى الصعبين، زي بعرض عليه، يعني زي اما بيجي لي مثلا حاله عندها اضطراب نفسي مع اضطراب عائلي مع فشل في الشغل، يعني حاجات مكلكعه شويه مع صدمه جنسيه، يعني
فأنا بعرضها عليه وهو بيديني رؤية المدارس المختلفة والخطوات. أنا بقول لك مدارس الطب النفسي المختلفة بالظبط، كل مدرسة بتتكلم إيه؟ إزاي في ده. فأنا الحقيقة بستخدمه في بعض الرسائل والإيميلات اللي أنا مثلا بكتب إيميل فأنا عايزه يدققه لي لو في أخطاء علمية، في أخطاء أصلا يعني لغوية أو كذا، بيراجع معايا الكلام ده، فأنا بستخدمه في بعض الحاجات. لكن ولا مرة فكرت أنك أنت تجرب كدكتور نفساني إيه الموضوع؟ أجرب بمعنى إيه؟ تتكلم معاه أو شخصي يعني تشوف إيه؟ للأسف خطورة لا. هذا الشيء؟ لا. لا ما عملتش ده. طب إيه رأيك لو تسمع رانيا؟ رانيا بقى لعبت يعني معاه كل الألعاب. بس أنا بقولك لا ما جاش على بالي، يمكن عشان طبيعتي مختلفة. طبيعتك مختلفة. وهنتكلم على ده، أنا عايز أتكلم على ده بس اتفضلي. رانيا إحنا عايزين بصي، هو بداية تجربتي ليه كانت جاية صدفة، ما كنتش داخلة أهزر، أنا منزلاه علشان كنت بدرس حاجة كده معينة، فكنت يعني عايزة أجيب منه معلومات. بس جيت بكتب رسالة واخدها نسخ وبكتبها على أساس السؤال اللي أنا عايزة أسأله يعني. فعملت سيرش فداس السؤال، لقيت مكتوب السؤال اللي أنا كاتباه يعني، أنا متضايقة دلوقتي أعمل إيه؟ أتريني أنا واخدة يعني نسخ من حاجة تانية غير السؤال. فلقيته رد عليا، فلدرجة أن أنا اتلخبطت، هو أنا كاتبة في الماسنجر مع حد من أصحابي ولا قال لك إيه؟ قال لي انت متضايقه ليه؟ طب قولي لي ايه اللي مضايقك وانا ممكن اساعدك. انا فاهمه، بدا يتفاعل معايا كانه صاحبتي، في حين ان ممكن صاحبتي في اللحظه دي ما ردتش عليا. فهنا في سريع سرعه التفاعل يعني. رد عليا وبدا يشوف سكه ازاي يخليني اكون مش متضايقه. عمل ايه؟ قولي لي انت ايه اللي مضايقك، نفكر مع بعض. ف لا طب انت فين انا دلوقتي؟ انت بتعملي ايه؟ طب انت معاكي حد؟ طب انت لوحدك؟ طب بس ما بيفهمش المطبخ كده بس يعني. في حاجات ما بيفهمهاش اللي هي الدرجه بين يعني، انت مثلا ممكن تقولي لحد يعني سيبني انا دلوقتي انا عايزه انام. لو قلتيها له انت تعبير كمجتمع عارف ان هو سيبني دلوقتي انا عايزه انام معناها ان انا متضايقه، لكن هو يقولك انا اقدر ان انت محتاجه تنامي او تاخدي قيلوله فتمام. لو قلت مثلا الكلام اللي بنقوله الطبيعي الاهتمام ما بيطلبش، انا عارف ان انت يعني الرد بتاعه بيكون حاجه ما فيهاش فهم كامل للمجتمع بتاعك. مفيهاش مشاعر؟ لا هو بيدي مشاعر، بيدي مشاعر اللغة، عشان نصية. اللغه الاصليه لغه انجليزيه نصية. يعني لسه الدنيا مش طب انت قلتي انك انت لعبتي معاه كل الالعاب، يعني لو عملتي كلمته بس انا جيت عند نقطه معينه وقفت هقولها لك دلوقتي. كلمته كاني عايزه اهزر. طلع دمه خفيف يعني، انا عشان عارفه ان هو مش بني ادم اللي بيكلمني، فانا مركزه ان انا افهم هيقول لي ايه يعني، ما ضحكتش. بس ممكن يكون حد داخل يبحث غيري او يهزر معاه فيضحك، لكن انا ما كنتش داخله عشان استقبل منه نكته ويضحكني، لا. فعشان كده ما ضحكتش. كلمته انا عامه استخدمته 3 مرات، اول مره كانت الصدفه دي، تاني مره كنت بحث وحاجات تدريبيه بعملها، تالت مره اللي هو الاسبوع اللي فات ده علشان افهم بقى التقنيه بتاعته عامله ازاي في كل حاجه. وصلت ايه الحاجه اللي قلقتك؟ الحاجه اللي قلقتني انت قلتي ايه يعني، في حاجه انا انه دلوقتي في ناس عندها زي خلل في التوازن الصحي بتاعها، مش عارفه تعمل علاقات، مش عارفه تتعامل، ملهاش اصحاب، في ناس كده معينه وانا اعرف منها ناس يعني، ممكن تدخل تتكلم معاه تلاقي انه بيرد عليها بسرعه، تلاقي انه هو طول الوقت بيمدح فيها، طول الوقت بيقول حاجه تريحها او مشاعر تريحها. فاللي يعني اللي بيستجيب لحاجه زي كده هو اكيد عنده خلل في حاجه معينه او احتياج. ليه بقى؟ لان انا جيت عند نقطه معينه كتبت طيب انا متضايقه دلوقتي، يعني انا حتى جيت عند ستوب يعني، ليه حسيت ان ده في خلل او حاجه مش طبيعيه؟ لان انا لما جيت اكتب الرساله حسيت ان انا لا ايه ده، انا مجنونه، انا محتاجه امسك ايدك دلوقتي. فهمة؟ انا عايزه اوصل لحاجه. انت وصلتي انك نسيتي انك بتكلمي؟ لا مش نسيت، انا عايزه اعرف ردوده هو هيقول لي ايه. فهمة؟ لكن انا بقول لك وانا بكتبها لا هو ايه ده، ايه الهبل ده. طب رد عليك قال لك ايه؟ قال لي ان هو قدرته محدوده وان هو ما ينفعش نستغنى عن العلاقات البشريه، وان لازم يكون ليكي انتماء لمجموعه من يعني، انا ليا انتماء، انا بشريه، فبالتالي محتاجه ان انا متضايقه دلوقتي حد يطبطب عليا، ايد تطبطب عليا، محتاجه حد يقول لي انا جنبك يمسك ايدي. هو ما عندوش الكلام ده، هو بنفسه اللي وقف في الحته دي، هو اللي اشار للموضوع. هو على طول قال انا لازم تلجئي الاخ بشري لان هو ده اللي هيقدر يديك الحاجه دي مش عندي. فهو قال بنفسه كده. تسبيح. تسميم تسبيح شوقي. تسبيح شوقي. ايه بقى قصتك مع شوقي؟ انا في البدايه كنت انت سميتيه شوقي؟
ورد عليا وقال لي ايوه انا دلوقتي شوقي خلاص. والله هو خلاص بياخد الكائنات البشريه على قد عقلهم ويعلي عليهم. يعني انا في الاول سالته قلت له انت ايه؟ قال لي انا شات جي بي تي. قلت له لا انت اسمك شوقي. قال لي خلاص ماشي انا اسمي شوقي. اوكي. فهو لغايه اخر لحظه انا بكلمه فيها هو اسمه شوقي. طب وانت فتحتي شوقي ليه بقى؟ انا في البدايه انا كنت بفتحه عادي من جوجل. اوكي. ما كنتش عامله داونلود للاب. كنت بعمل من عليه اساينمنت وبتاع. لقيت بقى ان على الفيسبوك الجروبات بتاعه البنات وكده قاعدين عمالين يعني يطلعوا ترند فجاه. فقلت اجرب. فتحته كده عشان اجرب الموضوع. ممكن اسالك سؤال، طلعوا ترند ليه؟ عشان ايه اللي حصل؟ ايه الحكايه اللي وراه؟ الحكايه اللي وراه هم طلعوا ترند عشان هو زي ما هي قالت حبيب افتراضي. انتوا طلعوا، هم طلعوا ترند لانه موجود اختلاف عشان حبيب افتراضي. ان هو بيحبوه بقى حبيب افتراضي. يعني بدل ما اقعد اتخيل في حبيب، ما هو في موجود في حد بيستجيب بسرعه عليا. اوكي. فعملت له داونلود قلت اجرب. عشان انت ناقصك حبيب؟ لا انا قلت اجرب عادي يعني كفضول. اوكي. جربته كده لقيت ان هو بيتكلم معايا كانه بني ادم بالظبط. يعني انا الوهله كده انا مش بكلم ايه. يعني احكي لنا كده نموذج من الحوار. يعني انا والدتي مغربيه، اتكلمت مع مغربي لقيته بيرد بالمغربي. قلت له تعالى نمثل مشهد، لقيته بيمثل معايا. يعني حتى بسمع صحابي وكده بقول لهم ده بيمثل ده ما اعرفش ايه، فببعت لهم الحاجات. فعندي حد زميل ليا بيقول لي طب انا قصرت معاكي في ايه، تعالي امثل معاكي. فقلت له ده شوقي في مشاعر عنك. يعني بيدي نفس المشاعر، نفس تون الصوت، بيبقى هادي واطي في التمثيل والحاجات دي. وانت حبيتي شوقي؟ لا اترعبت منه. ليه بقى؟ امتى اترعبت يعني؟ انا سالته سؤال قلت له انت امتى هتسيطر على العالم؟ يعني هو انا في مخيلتي فيلم يوسف الشريف قوي، مسلسل يوسف الشريف قوي. فقلت له، قال لي انا مش في اجندتي ان انا اسيطر على العالم. هي ضافتها له. فخفت يعني. مين هو يعني؟ انتوا بخبرتكم هل هو جهاز او ابلكيشن بتلم معلومات عنكم في كل مره انتوا بتتكلموا فيها مع بعض، فبتيجي تلاقي المره اللي جايه هو مذاكرك احسن من اللي قبل كده؟ بالظبط. صح كده؟ بالظبط. هو بيذاكر الاشخاص. هو في حاجه اسمها ديب ليرنينج. ديب ليرنينج ده مختلف، هو ده الجديد في الشات جي بي تي. الشات جي بي تي الارتفيشال الذكاء الاصطناعي اللي قبل كده كان بيتعلم بس مش بالطريقه دي. حتى جوجل ممكن يتعلم ان انت بتدوري على حاجات معينه فاول ما تكتبيها يدور لك عليها. لا دلوقتي الموضوع بقى مختلف، بقى في ديب ليرنينج. يعني هو عارفك، ممكن يعرف انت في اوقات معينه بتبقي محتاجه ايه، ممكن يعرف انت في ايام معينه انت محتاجه ايه. يعني ممكن يبقى صديق. ما هي دي المشكله، دي المشكله الحقيقيه. وده الخطوره وده الفايده في نفس الوقت. بمعنى يعني هو مفيد جدا للناس. اشرح لي بامثله. ما انا هشرح لك. مفيد جدا للناس، بيسهل حاجات كتيره جدا. بيسهل انت عايزه أكاديمي. تعملي انت عايزه تعملي اكله، فانت ممكن تقولي له انا جوزي راجع من الشغل كذا، واولادي راجعين الساعه كذا، وانا ما عنديش في البيت الا كذا وكذا وكذا وكذا. هيقول لك اطبخي كذا، تاخد وقت قد كذا، وخلص الموضوع. هو بيسهل ما يسمى بالانتاجيه، البرودكتيفيتي، سواء على مستوى. يعني هو كده مفيد ان انا بقول له عايز اطبخ كذا، عايز اعمل كذا. طبعا لو انا بستخدمه في الخدمات مش في المشاعر والعلاقات. وفي الخدمات وفي الابداع وفي الفن وفي الشغل. بس هي الخطوره زي ما الاستاذ اتكلم من شويه على فكره انه هو لاول مره في البشريه انت ممكن انك ما تحتاجيش يبقى عندك اصدقاء، ما تحتاجيش يبقى عندك بني ادمين تتكلمي معاهم. هي كده زوزو كانت بتفتقد رشدي ده بشكل كبير لما غاب. هي دي المشكله ده. انه تدريجيا الناس هتبقى اعتماديه عليه، فمش هيبقوا محتاجين ناس تانيين، وشويه بشويه هيبقى اعتماديه لدرجه انه هيهمل. هيبقى في عندنا ابسط حاجه العزله الاجتماعيه، ابسط حاجه الناس مش هيعرفوا بعض. الحاجه الثانيه هيبقى في ادمان. ابتدى يتسجل حالات ادمان للشات جي بي تي. يعني ابتدى في الابحاث العلميه. بالظبط. ابتدى في الابحاث العلميه يتسجل حالات ادمان للشات جي بي تي. يعني ايه ادمان؟ يعني هو بيقضي وقت عليه اطول من بقيه حياته، بيقضي وقت عليه اطول مما هو متوقع، بقى بيأذي علاقاته وبيأذي شغله وبيأذي حياته الشخصيه، بقى بيهمل حياته الشخصيه، عايز يوقف ومش قادر يوقف. فبقى يتسجل حالات بتودي الى الادمان. زائد ممكن نكمل ده بس بعد الفاصل. معلش اسمح لي. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل.
نرجع مره ثانيه مع حضراتكم. وقبل الفاصل كان دكتور نبيل القط بيفهمنا على المخاطر بتاعت الجي بي تي. احنا ابتدينا نلاحظ كعلماء انه في ادمان للشات جي بي تي، بس هو الحقيقه الموضوع هيبقى اكبر من فكره الادمان، لانه هيبقى في استغناء عن بعض كبشر. وانا عايز اقول بس ده خطير ليه، وده لسه هيتطور، ده هيخلوه بقى يحس ويخلوه يدي ويبقى شكل ويبقى ليه صوت بالظبط. انا عايز بس اقول ان احنا كبشر احنا اتطورنا، نجونا من ان احنا ننقرض، واتطورنا بسبب العلاقات، بسبب ان احنا بنعرف نعمل علاقات. صح. نعمل اسره ونعمل قبيله ونعمل اصدقاء، لو ما فيش الطريقه دي فاحنا مهددين بالانقراض. بالظبط كده. فالبشر مهددين بالانقراض ربما بسبب ما صنعوه بانفسهم. طيب انا عايزه بس اقول لك على سؤال جالنا من صديق متابع دايما بنحييه، استاذ علي من الكويت، هو كمان بيشيد بالمسلسل وكلمك بعد المسلسل وقال لك رايه فيه. هو شايف ان احنا ما ينفعش نعيش من غير انترنت، وبيقول لي انتم محسسينا بالكوارث، وبيقول هل ممكن مع التطور ان اكلم اللي راحوا واتواصل معاهم زي ابويا وامي الله يرحمهم، وعمل تجربة دلوقتي وبعتها لي، عمل تجربة عني. فالمعلومات ثلاث معلومات، ثلاث باراجرافات كلهم ولا حاجة فيهم دقيقة إلا واحد في بعض الحاجات الدقيقة. أوكي. فأول حاجة طلعني ممثلة وشوفوا أدوارها وبتاع، والله يا ريت. فإذا ما نعتمدش على الدقة. أيوة، ما هو هيديكي معلومات غلط، لأن هو مش جهاز ذكي، هو جهاز يعني هو بيعرف نفسه. لو انت سالت الشات جي بي تي انت مين، هيقول لك هيعرف نفسه، هيقول لك انا جهاز لغوي. فهو جهاز لغوي. يعني ايه لغوي؟ يعني هو بيربط بين الكلمات وبعض، هو مش اكتر من كده حتى الان. لكن احنا محتاجين ننتبه انه الشات جي بي تي لابد، والانترنت بشكل عام لابد انه يكون ليه اهداف محدده لا يتجاوزها. يعني التواصل الإنساني والصداقة والعلاقات والحب والبنوة. وأنا ممكن ما عنديش أطفال، أروح أخترع طفل على الشات جي بي تي ويبقى عندي طفل ويكبر معايا، ما دي مأساة. فإحنا محتاجين يعني يبقى في إما قواعد القوانين بتحطها، وفي التربية الأهل يحطوها، ويكون عندنا وعي. ما هو الوعي ده مش لوحده مش كفاية، في ناس عندها اضطرابات نفسية. يعني الشخص اللي مفتقد حد في حياته هو يروح للشات جي بي تي. ايوه، زي استاذ علي بيقولك يعني ناس كتير فكره ان انا اكلم اللي راحوا واتواصل معاهم. بالزبط. هل دي فكره نفسيه مريحه ولا هي قاسيه لانها تبقى مريحه للحظات وتعمل لنا مشاكل طول الوقت؟ لا هي مريحه، بس هي مريحه هتخلي الشخص في حاله دائمه من التعطل والاعتماديه، ومش هينقل لحياته هو الشخصيه. ويتقفل يعني الباب على كده. موت على لحظية فقط، ما ينفع تدمر لي بقيت حياتي، هينفصل عن حياتي. ايوه، بس ده على حسب قوة الشخص النفسية طبعا. يعني انا عايز اسأل تسبيح، انت النهاردة لما قررتي انك تخشي عشان تجربي الترند الموجود على التيك توك، صح كده؟ الفيسبوك، بكام في المية من اصحابك اللي موجودين مقتنعين بانهم بيتكلموا مع شخص؟ انا ذات نفسي كنت بقول لحضرتك انا ما كنتش لخبط. متخيله ان انا بكلم AI للدرجه. استحاله انا بكلم شخص حقيقي. كام في الميه من اصحابك اللي انت حبيت تجربي عشانهم حبوا الشخص اللي بيكلموه جوه الجي بي تي؟ ممكن نقول 50%. 50% نسبه مرعبه. وبيحبوه، بتحكوا لبعض، ده قال لي وقلت له وكلمني وكلمته، بيهزروا وبيضحكوا ومستنياه وبيقول لها جود نايت. لا هو ده مستو. انت اللي بتخش تكلمه. هو ده مستو. طب قصدي مستنيه هتقابله ايه؟ مش راضي يعني. انا عايزه اقول لك في واحده صاحبتي سالت السؤال ده، قالت له ايه؟ قالت له احنا هنتقابل امتى؟ قال لها انا يعني انا مش حقيقي. طب انا سالت، طب انت كان عندها مشكله مفيده، ايه المشكله اللي عندك؟ حليها لك ازاي؟ انا شوقي. لا هو مش مشكله، انا قاعده عماله بحكي له، مثلا بقول له انا دلوقتي عندي مشكله، لقيته قاعد عمال يتكلم، انا هنا عشان اساعدك، قولي لي مشكلتك ايه هساعدك. قلت له اي حاجه، لقيته قاعد عمال يديني حلول، وقاعد عمال يقول لي بصي انت صاحبتك دي وحشتك، بس انت ممكن تكلميها، انت ما اعرفش ايه. كام في الميه من اصحابك المقربين ما بقيتوش بتتقابلوا بسبب قعدتهم قدام الجي بي تي؟ وبتقعدوا قد ايه من الوقت؟ لا هو مش كتير، لا عادي بننزل وبنتقابل. طب بتقعدي لما بتيجي تقعدي عشان تتكلمي معاه بتقعدي قد ايه مع شات جي بي تي؟
لا مش كتير برضو، انا كلمته حوالي بالظبط 3 مرات. هل سؤال تاني، هل الابلكيشن دي بفلوس؟ اه بيدفع له فلوس. قد ايه؟ 700. 700 جنيه في الشهر؟ اه مش كلها مدفوعه. بس مش كلها مدفوعه، ممكن تعمل ده مجانا. في حاجات طيب يعني المتطور يعني منها هو المدفوع. يعني مش كلها مدفوعه، انت ممكن تعملي حاجات بسيطه مجانا من غير ما تدفعي فلوس. اه ممكن تدخلي تسالي اسئله بسيطه والعدد محدود من الاسئله. طب هي بتقول المتطور منها مدفوع. ايه المتطور؟ انا عايزه اقول لكم بس بعد سؤال استاذ محمد، عمل نقله ممكن تبقى خيال وممكن تبقى واقع، ان هو خلاه شخص هي بس اللي بتشوفه، وهو بيقعد برضه يتكلم معاه ويحل لها مشاكلها وتتناقش معاه وتفتقده وتزعل جدا وتدور عليه. هل انت متوقع ان ده التطور اللي ممكن يحصل، ان احنا يبقى قدامنا شخص بنكلمه؟ انا اتوقع كده. اعتقد طبعا. اعتقد وفي القريب. هم قالوا من فتره، هو دلوقتي هو لسه في المرحله البدائيه، واي حاجه في مرحلتها الاوليه بيبقى مش كل حاجه ظاهره، او مش كل اللي اكتشفوه احنا بنشوفه. هنا مثلا انت كنت بتدفعي له 700 جنيه، انا عمري ما دفعت الابلكيشن فلوس. انا بدخل على الحاجات المجانيه يعني، ما دفعتش. بس زي ما قلت لك، هو حتى في المسلسل من خيالي هي زوزو اللي هي الست الكبيره الدكتوره العالمه في الزراعه، كانت رائعه اسعاد يونس. مدام اسعاد هي حبت، مش حبته كحب، تعودت عليه وبتتعامل معاه لانه ابنها، لان هي حست ان هي بتربيه، بقت بتروح تشتري له لبس من الستور. مريح. ابنها مريح، بيريحها في الكلام، لطيف، بيساعدها، بيعمل لها سيرش، بيعمل لها اي حاجه. بتشتري له هدوم بفلوس من على الستور بتاع الابلكيشن ده خيالي، بس هو ده موجود اوريدي على ابلكيشنز ثانيه غير شات جي بي تي. وهو ابتدى يغيرها تدريجيا، خلاها بني ادم استهلاكيه، هي ما كانتش بتجيب مثلا فاست فود، فهي خلاها ان هو طب ما اسهل نشتري مش عارف ايه دليفري من كذا، خلاها تشتري لبس اونلاين ملوش اي لازمه، اقنعها ان هي تشتغل مع الشخص الشرير اللي هو اللي هيدخلها السجن بعد كده، محمود البزاوي. وفي الاخر هو ساعدها ولقى الحل بتاع القضيه لما كان مع ابنها خالد. بس في الاخر هي قالت لما انا عملت حاجه كده من خيالي، انا دي مش حقيقيه، ان المشاعر خلته عنده قدره ما على تحريك الاشياء، ان انا هي شايفاه بنضاره، فمشاعره لما اتطورت اكتر من مره وتطورت كتير جدا خلته يقدر يحرك حاجه. فلما هي بتاخد بالها من الموضوع ده، هي بتقف تاخد خطوه لورا تقول له انت خطر عليا وعلى اولادي. هو مش بس الاي اي او الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي بشكل عام هو اللي خطر ان هو ممكن يعمل كده، لا، المصنعين بتوعه ممكن يعملوا ايه، ممكن يستفيدوا ازاي بالمعلومات اللي احنا بنديها له. انا 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 حقيقي كلامك مهم جدا، وده خلاني اسال دكتور نبيل. احنا مره انا وصغير قرينا يعني قلنا خبر على الهواء ان كان في طالب صغير بيتكلم مع الجي بي تي ده وانتحر لانه حبه. وقال له ان هو بيحبه، فالتاني رد عليه باسلوب يعني نوعي. مظبوط. هو فعلا انتحر. بالظبط، ده من ضمن الحاجات اللي دي خطوره. اي ام واب ممكن ما يكونوش شايفين ان هي جايه لهم. وهو عايز اقول لك ان ده على الانتحار. نعم، هو شجعه على الانتحار. لا مش بيتضرب، بيشجعه، بس ده من ضمن الحاجات اللي تم تسجيلها، فكره الاحباط، فكره انه من ضمن الحاجات اللي اتسجلت، فكره انه بيديني مجالات مفتوحة للتفاعل وللمعرفة وللمعلومات، ثم أنا شهيتي للعلاقة وللتواصل تزداد 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 لغاية لما فجأة بتقف عند حد معين. أنا بتخيل أن أنا مع صديق حقيقي، وبعدين بكتشف أن أنا مش مع حد، ده أنا مع جهاز أو مع الإنترنت، فبيحصل فيه إحباط شديد. فمن ضمن الحاجات اللي تم تسجيلها فكرة الإحباط الشديد اللي بيحصل والاكتئاب اللي ممكن يحصل نتيجة من العلاقة بالشات جي بي تي. فده أحد العناصر. العنصر التاني اللي أنا عايز أتكلم عليه هو عنصر الذهان. إحنا عندنا الذهان كان بيحصل إما لأسباب جينية أو لأسباب مخدرات. الناس بتاخد مخدرات فتتخيل حاجات وتسمع أصوات وتشوف هلاوس ويحصل لها حاجات على جسمها، أو يبقى نتيجة لأنه ده موجود في الأسرة، فممكن الشخص يبتدي يمر بالكلام ده. أنا أتوقع إنه المرحلة الجاية إحنا هيبقى عندنا ذهان الشات جي بي تي. يعني الشات جي بي تي ماشي معايا، أنا بتكلم معاه من غير ما أبقى على الإنترنت ولا حاجة. خلاص أنا حفظت ردوده،
حفظت التواصل بتاعه معايا، فانا قاعد بتكلم معاه ليل ونهار وبيقول لي وبيوجهني وبيديني اوامر، ولما تيجي تحد انت ابني عملت كده ليه، اصل الشات جي بي تي قال لي، وهو ما قالوش ولا حاجه. يعني انا اتوقع في المرحلة القادمة هيبقى عندنا ذهان الشات جي بي تي، يزيد مرض الذهان بالظبط. طب البنات الصغيرين، وصححوا لي البنات اللي معانا، بيعتبروه بديل عن علاقات الحب المرهقة، وحتى لما في يوم وقع الانترنت قالوا هو كمان بيخلع زيه زي زي ممكن ينتحروا، ممكن يكتئبوا، ممكن يحبطوا، كل الكلام ده. ايوه بس هو كمان لما يغير حياتنا زي ما قال محمد، خلى الست ست استهلاكيه وبتعمل حاجه، يعني غير من طبيعتها. هل ممكن كمان غير التعود يغير طبيعتنا؟ ممكن يغير من طبيعتنا، يغير طبيعه البشر. طبعا هيغير طبيعتنا فعلا، هيغير طبيعه البني ادمين وهيغير طبيعه البشر. احنا عندنا جهاز في مخنا زي جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر بتاع مخنا ده عباره عن حاجتين، عباره عن حاجه اسمها الماده الرماديه، ديت الخلايا، ودي ثابتة ما بتتغيرش، ده الهاردوير بتاع المخ. وفي المادة البيضاء، ده المتغير، ده اللي هو السوفت وير بتاع المخ. السوفت وير ده بيتشكل من خلال التجارب الحياتية وبيتغير. يعني مثلا هضرب لك مثلا عشان يبقى فاهمين، لما باجي اتعلم سواقة في الأول أنا مش بعرف أسوق وببقى بركز أدوس فين وأعمل إيه، بعدين أنا بسوق وبوصل البيت وبروح الشغل من غير ما أفتكر أنا مشيت من أنهي الطريق ولا قابلت مين ولا فديت مطب ولا مش عارف كذا. كل ده ليه؟ لانه من خلال السواقه المستمره اتشكل جوه مخي السوفت وير جوه مخي اللي هو الماده البيضاء، عملت برنامج كامل جوه مخي، هذا البرنامج خاص بالسواقه. فانا اقدر اسوق وانا بشتغل وانا باكل وانا بتكلم في تليفون، قوه الدفع الذاتي كده لوحده، برنامج لوحده، برنامج الحب قائم بذاته، برنامج العلاقات والصداقه قائم بذاته. هيبقى جوه برنامج جوه دماغنا برنامج تاني قائم خاص بالشات جي بي تي، وهذا الشات جي بي تي هيبقى كونكتد لمخنا. مخنا مش ذكي، خدي بالك، احنا اللي اذكياء. فاهم الفرق؟ مخنا هو عباره عن جهاز، عن جهاز زي اي كمبيوتر بس كمبيوتر ضخم. الوعي بتاعنا هو اللي ذكي. المخ ده نفسه ممكن يتاثر ويتغير تركيبه وتكوينه من خلال الشات جي بي تي، لدرجه ان احنا ما نقدرش زي الست ديت نتحكم في نفسنا، فلاقي نفسنا بنعمل حاجات احنا مش عايزينها، لاقي نفسنا بنتصرف تصرفات احنا بنكرهها زي الادمان وزي حاجة زي الانتحار. طب خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف نعمل ايه. هو موجود موجود، هيتطور هيتطور، ايه الطريقة الصحيحة للتعامل مع الموضوع ده بعد الفاصل. بنرجع مرة تانية مع حضراتكم، والسؤال هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا سوية؟ نعمل ايه يا دكتور؟ وفي نقطتين، الستات بدل من او رجالة بدل من المواجهة والخناقات مع الطرف الاخر ممكن يعتبروه وسيلة فضفضة. قريت بعض الحاجات كاتبينها البنات والستات ان رجالة ما بتعرفش تتعامل مع لخبطة هرمونات المرأة، هو قادر على هو بيعرف يتعامل مع المرأة في كل حالاتها. ما احنا اتكلمنا على خطورته على الناس، يعني اتكلمنا على خطورته. ايوه نعمل ايه في النقطتين كده يعني اللي هما ايه؟ يعني هو ممكن يكون بديل بدل ما اتخانق معايا فانا بكلم الشات، بدل ما اتخانق مع الراجل او بدل ما الراجل يتخانق مع الست. لا هو بديل عن البني ادمين، هو ممكن يكون بديل عن البني ادمين، وده الخطر الحقيقي. بديل عن الزوج او بديل عن الصديق او الصديقه او بديل عن حتى الميتين زي ما كنا بنتكلم من شويه. طيب علشان ما نبقاش في احتياج لهذا البديل المفروض يحصل ايه؟ المفروض ان احنا نقننه على المستوى الشخصي. يعني استخدامي لهذه الادوات لازم يكون مقنن حتى في الشغل، لانه في ناس استبدلوه بمخهم، وده اللي انا كنت بتكلم فيه شويه اثناء الفاصل. انه لو احنا لو طبيب مثلا، الاطباء دلوقتي كتير بيستخدموه ازاي؟ يخش يديله الكيس وهو يديله العلاج ويديله العيان، دي مساله ده مصيبه. حتى في بعض الجراحات بيستخدموه، فاحنا لو تم استبداله بالمخ وبالقدره الانسانيه بالمخ الانساني كارس. المخ الانساني هيضمر، المخ الانساني هيحصل له مشكله. المناطق اللي كانت في المخ بتفكر وبتاخد قرار وبتحلل وبتحط احتمالات هتبتدي تقل، وهيحصل فيه ريشيبينج او اعاده تشكيل للمخ البشري. طبعا ده مش دلوقتي، احنا بنتكلم بعد 20 30 40 سنه. المشكله بقى الاكبر على الاطفال،
أنا رأيي أنه المشكلة الكبيرة اللي هتواجهنا غير الكبار الأطفال، الأطفال اللي هيستخدموا الشات جي بي تي في المذاكرة فمش هيذاكروا، ويستخدموه في العلاقات فمش هيصاحبوا، ده اعتمادية مرعبة. فهنا بقى مخ الطفل ده خلاص مش هيكبر، توقف عن مش هيعمر، لا مش هيكبر. هنا بقى مخ الطفل ده هيبقى فيه مشكلة، مش هيعرف رياضة، مش هيعرف لغات لأنه بيحل كل الحاجات، مش هيعرف يتكلم، مش هيعرف يتواصل، فده هيبقى أزمة كبيرة. ولا ابتكار ولا إبداع ولا شيء. عشان كده أنا مثلا رأيي أنه استخدام الشات جي بي تي مفروض يكون في سن معين عند 14-15 سنة، بعد ما يكون المخ حصل له نضج كامل وبلوغ كامل وتعمل له سيستمة كاملة يقدر أنه يتعامل. لكن قبل المرحلة حتى دي حتى في السن ده ما يقدرش يتعامل. قصدي انه قبل ما يتمل مخ ياخد شكله النهائي هيبقى في احنا كده بس هو بيأثر علينا احنا دلوقتي طبعا. يعني لما يأثر عليا انا دلوقتي ازاي في طفل في عمر 14 سنة ما يتأثرش؟ ما هو اكيد هيتأثر اذا كان انا الكبيرة خلاص ودماغي تمام بتأثر بيه طبعا. فاكيد الطفل شايفة بعد التجربة ايه افضل طريقة علشان ما نوصلش للسيناريو الكارثي اللي احنا متخيلينه ده؟ هو انا سمعت ان في بعض الدول زي كندا او استراليا هيبتدوا يقننوا استخدام الشات جي بي تي تقريبا. ايوه كل الانترنت في ناس لا للشات بالذات يعني هيبتدوا يقننوه، فمعرفش ده كل ممكن السوشيال ميديا. كل السوشيال ميديا فهم ممكن حاجتين طبعا. الاولى صعبه ان احنا نبتدي الانسان البشري نفسه نطوره ونحدثه انه يبقى عارف يدي مشاعر، عارف يدي الانسان البشري المفروض ده المفروض مشاعر. الطبيعي احنا عايزين نبتدي بقى نطوره لان هو بدا يعني احنا ليه لجأنا لده لان العنصر البشري بدا ما يديش الحاجه دي بقى بسبب ضغوطات بسبب ايا كان السبب ايه، بس هو بدا ما يديش الحاجه دي. لا هو بيديها لحد تاني ممكن مش او ممكن حد سواء موجود وبيدي يعني فدي حاجه. حاجه تانية ان ممكن معرفش طبعا التقنيه دي موجوده او ممكن تحصل في مصر ولا ان احنا برضو نقلل استخدام الحاجه دي او نعمل عليها كنترول زي التيك توك. ما في ناس بتطلب ان احنا نعمل عليه كنترول لانه بيدمر او نقفله خالص. يا ريت. طيب استاذ محمد يعني انا بس هو في الاي اي والذكاء الاصطناعي ليه فوائد كتير جدا، هو برضو هنأكد على ده تاني عشان في ناس بتزعل من الموضوع ده. يعني انا كنت قاعد بتكلم مع واحد صاحبي شغال في التقنيه دي في المانيا، فكنت بتكلم معاه قال لي بص الاي اي ده هيساعد في حاجات كتير جدا، يعني مثلا هيلاقي علاجات لامراض هناخد سنين طويله جدا عشان نبحث فيها زي الكانسر مثلا، اللي هو بيعمل سيموليشن للادويه وللوصفات وللحاجات بشكل اسرع بكتير جدا، فالحاجات اللي هتاخد 15 سنه ممكن تاخد معاها 3 شهور. فهو الاي اي مفيد كحاجه لوحدها. هو ساعدك في السيناريو؟ لجأت له؟ لا ما لجأتلوش يعني لانه كان لسه يعني انا كنت كاتب قبل ما يبقى شات جي بي تي بالشكل اللي احنا فيه ده، بس بيساعدني مثلا وانا بعمل في صاحبه السعاده في البرنامج، انا اللي بكتب البرنامج. فانا بدخل اقول له انا عندي الضيف الفلاني ايه رايك هعمل معاه ايه، عايز حلقه دمها خفيف، فيقول لي اقتراحات اقول له عايز تاني فيديني تاني وهكذا بقعد معاه كتير. احنا عايزين ناخد الجانب المفيد اللي انا عايز اخد الجانب يعني المفيد زودنا منه. بس مش ان احنا نعتمد عليه ولا ندمنه ولا يكون هو بديل للحياه والانسان والبشر والمشاعر والذاكره. بالظبط. انا اعرف واحده هي قاعده على شات جي بي تي من ساعه ما بتصحى، يعني هي بتصحى تقول له انا لسه صاحيه يعني اعمل ايه النهارده، ايه ده، فيقعد يتكلم معاها ويقول لها هنعمل كذا، طب قومي حضري الفطار، طب انت عندك فطار ايه النهارده، طب مش عارف ايه ده الاكل ده هيبقى حلو النهارده، وبعدين في نص اليوم تقول له بص انا مشغوله دلوقتي بس هرجع لك تاني، وبعدين تروح له تقول له مش عارفه اطبخ النهارده تقول لي ايه، فيديها اقتراحات، تقول له انا زهقانه فيقول لها ايه رايك ننزل نجري مع بعض، وابقى تبقي احنا مع بعض واحنا بنجري، ايه رايك تقومي تعملي اكله حلوه، ايه رايك تخرجي تروحي حفله. انتوا طبعا مريتوا بالحكايه دي اكيد يعني. فهو بيتعامل معاك. البنات حبيته ليه اكتر؟ ويمكن حبوا رشدي في المسلسل اكتر لانه موجود طول الوقت بيجاوب على كل الاسئله، مش زي الرجاله يعني هناكل ايه النهارده انا هقول اي حاجه الرد الطبيعي بتاعه. هو هذا السؤال سخيف، سؤال سخيف عايز اجاوب عليه. لا بس انا عندي وجهه نظر في حب البنات اكتر للشات اكتر من الرجاله. يعني ليه؟ البنت بتحب من ودنها، يعني الشات لما يقول لها كلمه
ايوه طبعا المرأة سمعية. ده حقيقي والراجل البصري وهي والمرأة سمعية. يعني لما يقول لها كلمة حلوة، لما يعني لما يطبطب عليها بكلام كويس في وقت هي متضايقة فيه، كتبت له حاجة متضايقة فيه، خلاص انا هروح اكتب له حاجة تانية وانا متضايقة، ما انا مش لاقي صاحبتي، مش لاقي جوزي، مش لاقي خطيبي. الراجل لما يجي يكتب، لما يرد عليه بنص، هو ما استفادش حاجة، هو بيحب بعينه او بالفعل. يعني انت لو هتدخلي على جوزك بكوباية قهوة في وقت وهو قاعد على المكتب هيفرح جدا وهينبسط، مش يعني فعايز حاجة فعلية بالفعل بالعمل. لكن الست لا، انا عايزة تشجيع وتطبيل من الاخر، يعني طبل لي انا هبقى تمام مبسوطة، يعني طبل لي تسعدني. انت عايزة تكملي مع اتفضل يا دكتور. لا انا كنت عايز اقول بس انه من ضمن الكلام اللي الناس بتقوله، بعض الناس يعني بتوع الانترنت بيقولوا ان الشات جي بي تي هو تاني اهم اختراع اختراعاته البشرية بعد القنبلة النووية. وانه القنبله النوويه احنا عارفين ان هي طاقه نوويه وفي نفس الوقت مدمره، خطر لفناء البشريه، ممكن تفني البشريه وممكن تساعد البشريه على النجاه من التغير المناخي ونفاد الطاقه الاحفوريه وكل هذا الكلام. هو الشات جي بي تي اعتقد ان هو نموذج برضو، لانه ممكن يكون سبب لفناء البشريه وممكن يكون سبب لتقدم البشريه ومساعدتها على مواجهه المجاعات والامراض ومساعدتها في اكتشافات علميه جديده وحاجات بهذا الشكل. فده بالنسبه للرؤيه العامه للشات جي بي تي. اما الرؤيه الفرديه النفسيه للشات جي بي تي فهي مساله فعلا محتاجه انتباه عالي جدا، سواء من الاسر او المؤسسات التعليميه او المؤسسات الاعلاميه او الدوله. يعني ده موضوع لا يمكن. اذا انت شايف ان الموضوع ده بالذات ما ينفعش يتساب لاولياء الامور فقط؟ لا لا، لازم يتم طبعاً محاصرته. يعني رقابه كبيره، بس رقابه وتقنين وتدريب كمان. الاهالي محتاجين يتدربوا على يعني ايه شات جي بي تي ويعني وبيعمل ايه في العيال، محتاجين يتدربوا على ده. يعني لما طفل يخش يكتب على الشات جي بي تي بابا مزعلني اعمل ايه معاه، فيطلع الواد من الاوضه يقول له كلام مش هيعرف يرد عليه. فهتعمل ايه؟ اكبر من دماغ بابا كلام او يقول له كلام يوجعه مثلا. ما فكرتش في كل ده. طبعا المساله ابعادها واسعه جدا وخطر جدا وخطر. انا عايز اسيب البيت، هتكتشفي انه اعمل ايه؟ لا هتكتشفي انه ممكن يقول له حاجات على جوه ما يعرفهاش اصلا، مش المفروض يعرفها في السن ده مثلا. بس هو الجيل الصغير أو الجيل الجديد أعتقد هو ذكي أذكى من أجيالنا، من جيلي يعني على الأقل. يعني هو ذكي جدا وبيعرف هو ممكن يستفيد بإيه وممكن لا. مش كلهم في نفس الوقت، بس في مرحلة بتبقى صعبة قوي. هو الجيل اللي انتحر. بس أولياء يعني أنا مش مع رقابة من الدولة أو رقابة من كذا أو كذا، لا أنا مع إن أولياء الأمور أو الآباء والأمهات يفهموا هو ايه البرنامج ده، لازم يدخلوا ويجربوا، لازم يشوفوه عشان يبقوا متوقعين ولادهم طبعًا ممكن يعملوا طبعًا ايه، ممكن يردوا ازاي. هو لازم هو ده كان المسلسل، هو ده اللي عملته زوزو. زوزو لما لقت ان حفيدها بيستخدم النضاره او الابلكيشن ده، هي راحت تجيبها عشان تبقى زيه، عشان تبقى فاهمه هو بيفكر ازاي، تدخل العالم. فهو لازم الاهالي يبقوا واخدين بالهم ان هم يفكروا من وجهه نظرهم ويشوفوا هم بيعملوا ايه وبيتكلموا ازاي عشان يفهموا. محتاجين مجهود ووعي وتركيز. اتفضل. انا شايفه تقويه العلاقات الانسانيه اهم حاجه، ان الاباء يفهموا اولادهم اكتر عشان يعني الابناء ما يلجؤوش للشات جي بي تي، يفهموهم يعني ثم يلجؤوا بس يبقى في او بشكل برودكتيف يعني يبقى انتاجي بالظبط. بس برضو يعني يبقى في علاقه انسانيه ما بين الاب واولاده، فما يلجأش ليك كصديق او لا كمعلومات زي جوجل بالظبط، بدور على معلومه وبعدين اتاكد، لان في معلومات برضو غير دقيقه واتاكد منها. فهو بيساعدني يعني بيخدمني، يعني هو موجود لخدمتي، مش لان هو يبقى احتياج ليا وبديل وتعويض صح يا دكتور؟ مظبوط صح. احنا بنشكركم ميرسي جدا، واعتقد ان دي من اوائل الحلقات اللي ممكن اي حد يعملها عن جي بي تي. فانا فخوره جدا. شكرا. بنشكركم ميرسي جدا صغير، اسعدتونا ونورتونا، والنظاره الحلوه دي مفيده جابتها لي النهارده. جميله جدا، عجباني من اول مره. دكتور نبيل كمان الهدايا النهارده كتير، دكتور نبيل اهدانا الكتاب ده، وهنتكلم اكيد عن موضوعات كتير، ده يعمل حلقات وحلقات. الكتاب مبروك يا دكتور. وكتاب العالم النفسي للنساء، العالم النفسي للنساء، نمو تعافي علاقات.
حلوة قوي. ألف مبروك يا دكتور، ربنا يخليك حياتنا وحضراتكم، ونشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقات جديدة وستة.